المعارضه شي كلمه في حق غلاء الاسعار؟ واش قاعد الروز والبيض والبطاطا زيد والبربا ايه اراني يخص اري العواصر ها تعندور تعندور واش انا خاني واني بالا الفودا الفودا كاينه كاينه خليني عليها واني بالا الفودا اليوم نحطو المق في الصال واللي جاي طل واليوم نوري المق رايدة والشينوية بلا حمي ودمي وشحمي اشي سوا اخرز الظهر والمفرقع اندود القعبوس ودرت امك اللي فيك سياتي والمفتوكة اللي القصعة ديالك مشرملة من داخل والمصحة ويا الشيخة مبزازل وحامضة الفلاق لا ولدت لك هتود من ظهرك وانت راك كدير اولوي راني تعالي الله ينعل جدك وفي ما يقول الجد وما عندي لا قيد ولا فرباكته ويدك اكبر بحزن يا دراج علان وبانطازي يا اللي ظهرت مدون يا اللي ظهرت فيه طرقان وبغيت بارطاجي لك الرمله تي لهداك داك اللوبي هذاك الخنز الفلاق اللي معك اللي تقرا لك التعاليق يا اللي تربى فيك سياتك ملي كنت صغيره والخايبه نحيد لك المكسيب خليني نكمل واحد بواحد تنحيد لك المايو ديالك واللي ما تتشريش للعيالات بارك الله عليكم البنات خليني نكمل ندير النوبراج والسنسور عندك في سياتي كل سنة هاربة من حداس من ستامي طرق من كازا البرشيد تطلع سيدقانة بالكانون اللي عندك في قعبوصة يا الميكروبا يا الحوتالة كدير كورسات ومقي حتى الرجلين الرقي صامونة وحامضة الفلاق يا اللي ظهرت مدون وحامضة البزازل هذه للك الندوية عاش الملك وعاش سيدنا وسيدنا ما تيبغيش الظلم الجهد فيه وفيه كاين اللي عارق عليه وكاين اللي عافطين عليه وكاين اللي بكيلونز ديال الدماغ جايبها وفيت ليه ما تخاف ما تدهشر هذا ما سحر ما ضريبه ديال الشهر دير نيه وتفرج ارسونال اوستون فيلا كود برومو زروق ب 2600 درهم اهياتها اهياوا سيداتي أنساتي سادتي بوبزقا ولا غالي فصاد قبل ليالي الدخول المدرسي عاوتاني حنا راه ماشي بوق ديال الحقوق هضر لينا على الغلاء في السوق وانت جالس مسخن مراودك في السداري وجالس كتكتب مخبي مور انفينيكس مشقوق اجي تشوف سكاتك نبت ونود القوق عمرت القهاوي في السطاد الناس باغا تضحك الناس باغا تطاليها اولا استاذ الناس باغا تفوج ناس باغا تضحك اسمع الشريف احنا معاك اخي شين وحنا معاك اصبر سمحوا لي المتتبعين راه واحد الصاد منفرد سيداتي انساتي اليوم معنا حلقه جديده من برنامج الفهماتولوجي الاساتذه والدكاتره اللي معنا اليوم واللي ما كتقيسهمش الزرواطه دكتور المعاطيه وهم من تدخلي وهم من تخرج السيول الشينويه وكذلك معنا الدكتوره البحاطيه البدويه مولات ما قعدانيش 1300 ومعنا كذلك من اقليم الغرب الحرباء السيشينوي السيشينوي الا شفتوه كل مره كيبدل اللبس والبلاصه ما ديوش عليه راه فيه بشرويط اكيد راه السيشينوي لاباس عليك بخير الحمد لله وانت سي بخير كنتكا بخير وانت يا امي نايمه اش كتعاودي لاباس عليك الحمد لله كنشرب اتاي بخير كاين شي صاد فات ولا والو واش غنقول لك ملي كيجي البرد كنبرد ملي كيجي الصهد كنصهد المعلومات ديال درمادو امي نايمه كنشرب قهوه بخير عاشينوي بركه صاحبي طيبنا خونا بزاف شكون انت بعدا شكون انت بعدا اصلا شكون لا 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 بلا ما تعطاو لنا الله يرحم ليكم الوالدين حنا راه جينا نضحكوا ونشطوا مع المشاهدين وجينا حتى باش نناقشوا قضايا ومشاكل اللي ما قدروش عليها السياسيين باش نكونوا فاهمين سيول الشينويه واش انت كتشوف راسك كمؤثر انا مؤثر حقيقي ياك الشريف عاودي لنا التجربه ديالك السوشيال ميديا انا عندي ناسي تندير اشهارات تنجحوا ليا تندير فيديوهات تنجحوا ليا كل راجل اصحاب اخويا الشينوي اصبر شويه حطاو الكلمه اصبر كل شويه تنقز ليا نبدل لبسه ونبدل البلاصه اشهار ديال التكوين المهني هذا كمل السيول الشينويه كمل انا مؤثر ولا ماشي مؤثر حيت كاينين شي ناس
كانوا قبل مني بس نعترف بهم وهذا، ولكن ما 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 بركوش على الكرسي ديال السوشيال ميديا كما بركت عليه انا، كرسي العرش ديال السوشيال ميديا. اذا جلستي عليه وعرفتي كيفاش تجلسي؟ حيت راه ماشي اجي وجلس عليه، ماشي اي واحد يقدر يجلس عليه، رغم ان امي نعيمه كتقول لك هي الاولى جلست عليه العرش ديال السوشيال ميديا. نحلفك بمصحف الله، لا 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 حنا ما غاديش نوصلوا عاوتاني حتى الحلوف عاوتاني. ويلي سير حتى تخبي الله يرحم الوالدين. امي نعيمه مؤخرا كيقولوا بلي مات لك الحوت وانت تقلبيها معاطيه، واش بصح عندك اداء ولا غير كتعاطي من باب الادسنس؟ ما كنت عندي عداوه تبع واحد دوك اللي سيضربوا فيا تنقول لهم الله يسامح لكم، شنو غنقول لهم؟ بغيت عاد نسولك اختي، ضربني لك الكوستيم هذا شنو بنتك انا ستيوارد في الطياره؟ واش كنتي؟ انا دكتوره نفسانيه واخا ما قريت الشهر في الجامعه. شنو كتعرفي ديري زعما؟ شنو اللي خلاك وشنو هو المقومات اللي خلاوك تجلسي على الكرسي ديال السوشيال ميديا او العرش ديال السوشيال ميديا؟ انا تنعرف نهضر وندير فيديو ونخبز ونطيب ونوري اللي عندي. انت سول الشينويه شنو عندك باش تجلس على الكرسي ديال السوشيال ميديا؟ انا عندي بروتوكول، واحد البروتوكول ديال تنقولوا ديال المعيور داك الشيء بالقافيه وبالتاويل وبمحصن. شنو بغيتي تقول زعما؟ واش قريتي على هذا الشيء هذا؟ انا ما قاريش. وانت يا امي نعيمه؟ انا دكتوره نفسانيه واخا ما قريت الشهر في الجامعه. باش زعما ما فهمناش باش الناس تاوي يفهموا معنا كيفاش طبيبه نفسانيه؟ هادي راسها في الدغل وكرشه عامره بالعجينه. سمعتوا انت ولا ما سمعتوش؟ اي سمعتوا سمعتوا، ولكن راه عنده الصح فهمتيني، حيت مؤخرا شفنا كثير في المعاطيه بزاف ديال اللايفات وما كاين غير جدك، هي مره مع عائلتك مره مع ولد الشينويه. شنو هو الاتجاه اللي وليتي دايره؟ واو 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 سير تخبى صاحبي سير تخبى. وانا ما قلتش فيك كلمه خايبه، هو قال فيا الدنيا هاني. الله يودي امي نعيمه، وانتم المعيور ديالكم والمعاطيه ولات كتقرب. انت عارفني ما كنضربش في الاعراض. واو واو انت خرجت نسب. شنو هو؟ ها؟ وانت سول الشينويه واش واخد المعاطيه ككونسيب؟ انا تنحترم الناس كاملين، انا طربت الناس كاملين، ولكن اللي بغى يعفس عليا بالصباطو نعفس عليه انا كلي. انا قلت له ضرب فيا انا ما غردتش عليك. قالوا لي لنا شاد عليك شي حاجه، انا تنقول له ما تقصرش. لا سمحي لي، هو ما قالش انه شاد عليك شي حاجه، هو فقط قال انك انت وبناتك دايرين واحد السيناريو ديال المعاطيه باش تدخل الادسنس باش تحركوا الفلوس. كاين اتفاق بعضياتهم دايرين البوز. ويلي ياك ما نهضرش دابا. لا دوي دافع على راسك من حقك باش نعرفوا شكون فيكم اللي جالس عليه العرش ديال السوشيال ميديا. باز هذاك انا نقول لك جاوني من مصادر مقربه اليوم. ام تحيه وعاد تضرب. شينوي يا صاحبي شينوي غنحلف عليها. واش بصح امي نعيمه انت وبنتك دايرين البوز على قبل الادسنس ولا قبل المشاهدات؟ انا بنتي كانت درويشه مربيه متخلقه مصوابه فعليا. الشينوي يا صاحبي واش الشينوي البزيزيله اخويا الشينوي فعليا خويا خليني كنهضر. انت صاحبي عاود الوضوء دير شي حركه نوض غير راسك تعرف صوره الحمام خلينا ويلي داروا الشوعين وهما متفقين. اييه واش بصح كنتو متفقين على البوز؟ واش شينوي صاحبي واش شينوي نقص غير منه. قالت الناس راه نجمعوا فلوس العرس. واش هاد الهضره هذه اللي كيقولوا الشينويه بصح؟ زيد تسالني راه سولتك واش هاد الهضره اللي كيقولوا الشينويه بصح؟ باش شد ليا 30 مليون 40 مليون في الشهر. امك يا امك وفين كتمشي 30 مليون 40 مليون امي نعيمه؟ عطيت مديت ساعدت دايرين على قبل الموني باش يشدوا الملايين. ايوا ولكن حتى انت كتعطي. انا مشاهدتي طالعه، انا عندي عيالات متبعيني، عيالات رجاله محترمين، عائلات كلشي متبعني. دخلنا عليك بالله هذاك وجهك ولا كثر؟ الحمد لله كلشي الناس متبعيني. حيت هو النهار اللي خرج دار عليا ذاك اللايف عيرتك سبيتك قلت لك شي كلمه العيب. هذا هو السؤال، شكون فيكم سب الاخر هو الاول؟ هو في اللايف ديالو قال لي راكي غتربي عليا المعنى، راكي غتحرشي عليا صحابك. انا غير مؤثر يوتيوبر تنطلع تنضحك تنلعب. ويلي ولكن باش تقول شي وحده خانزت الفلاق راه قاصحه شويه. او شريف مش عارف راسك شنو كتقول ولا كتخربق ولا كتخور راسك؟ قال لي واه انت غتحرشي عليا صحابك. لا لا خويتي. وحتى انت يا امي نعيمه عيرتي وقلتي عليه مرا. انا عمري ما قلت له مرا وعمري ما درتو في عيني مرا. الله يودي يا خدي الحبس. دابا واش تقدر تكون شي محاوله ديال الصلح بيناتكم؟ اه ماشي مشكل. لا لا خويتي علاش لا؟ فين ما كنتي السبع ياكلوك. واش انت ما بغيتش تصالح اولا خايف الا تصالحتي ما تلقى ما يدار؟ شتا ما تحمق ولا مركزي. على ذكر ما يدار واش عندكم شي مشروع انتم خدامين عليه ابار هاد المعاطيه والادسنس باش حتى المشاهدين تاهما يستافدوا معنا ويعرفوا واش المعاطيه والكانون واش فيهم شي فلوس ولا لا؟ شافوني واحد المره تنشتت فلوس في كباري. لا 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 خلينا الكباري تشرب. عدي والواد تخد لي البوط خليك على
10000 درهم. انا هادشي ما شفتوش. انت ما عندك ما ديري بهادشي هاميناي تبوقي ليك غير الدوليو ديال الحنه وني راسك ما شفتوش. راجلك الا كان تيشرب راه يقدر يعطيك معلومات وتستافدي معاه. ما تيكمي ما تيشرب كيعاون شويه في الدار كيطيب كيطيب بعد مره كيطيب كيغسل الماعن. لا بنتي اللي كتغسل لي الماعن. كيصبن. لا عندي الماكينه. ايوا صافي هاميناي ما خليكم في الدوليو وني راسك. سي شينوي من الصباح انت كتقفز نسولك شويه عندك مع لي بواط. واش ما تحمق اصاحبي مالك واش عرفت اش كتقول اصاحبي ولا ما عارفش. اه سولناك وصافي. انا ما كنشربش شراب ما كنفسد ما تقلب لا كابريات ما تقلب لا سواريات انا كويري. امي نعيمه نقدروا نشوفوك في شي كونسيبت اخر من غير الكانون والمعاطيه. ما تنعرف تليفون ما تنعرف ادسنس ما تنعرف حتى حاجه. وقيل عبد العرقوب. شنو هاد العرقوب ثاني ثاني؟ العرقوب هي المراه اللي تجي عند العريس تروح لدار الناس وتكون معرقبه حرتت ولا ورتت. وانت حرتي شي حاجه؟ كاين شي مشاريع؟ تنبيع وتنشري وغاديين مع الوقت. ومنين جاك راس المال؟ الناس اللي كانت ناعسه انا كنت خدام. يعني فارس. توخذي بالحديده. وانت يا امي نعيمه كاين شي مشاريع؟ انا ما درتش مشروع. واش درتي حمام ولا شنو؟ درت حوينيت على قد الحال. حوينيت؟ انا بغيت ندير غير حرشه والملوي. حرشه والملاوي. انا غندير بلاكه نعيمه البدويه فيما كان شي واحد يجي عندي يقول حاجه. يعني مشروع ديال الروتين اليومي وصافي المرقه والمسمن والملاوي. واش دابا انا اختي غنوريك كيفاش طيبي البطاطا والزيتون. عنده الصح. دابا بنادم راه كيبيع غير الماء في القراعي وكيقول لهم مخطط الاخضر هو راه كيبيع غير الماء في القراعي. واش غنوريك كيفاش تغسلي الماء؟ الناس باغا تفوج الناس باغا تضحك. هادي كاينه. بما ان الناس كيعجبهم الضحك والنشاط والطالعه حنا كنكونوا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا ونخليكم مع المباراه اللي غادي تجمع ما بين مي نعيمه أول شينوي. طلع التعبر ولنا لقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. سي شينوي شي كلمة أخيرة. سيداتي انساتي عاودتي غصبروا بلاتي المعاطيه راه بالقانون كيف طنجيه فوق القانون. معنا اليوم جوج مهمات غادي نشرو الكراسن والسليبات دقدق وهرس راه دايره ادسنس. المقاتل الاول جانا من مغاره علي بابا خليط ما بين جزار ولعابه الذهب والسناسل. لا بابا فاش خدام ما ندري اش كيدير ما ندري دراعو قد المادري كيدوي بالعربيه واخا سميتو والتشينويه. والمقاتلة الثانية صايبة سنان وتعلمات تعض تاهي تقطعوا ليها الفرانج وجابت الربحة وميدالية طالقة علينا مهمومة ديال ناس الغيوان ومسمية راسها البدوية مي نعيمة. يا ترى شكون غيبدا شكون غيدير الاخر في الغدا؟ ديال الصالونات الوقفة ديال الباترونات حسن لك بيع السوتيامات مشي ادلانشون وسط شي كالسون هكارو بانسو تعطى مانسا عيل ديال دوكي ستايل سلسو العامر سياتي كلا عابات في العطاير كابيك فوق لا موزيك جالق في الدرع ودهوبة بحال شي هاربة مخطوبة عافك عافك هاد بدوبة عطينا الوصفة ديال الضروبة تحلوين فيك راه نورمال كابر وسط الطيابات بين بعقدك شي كسال حكي لي كاع القناس قاسحة 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 الله الله يا عبد الله الله والبراوية فين هو الفران والكانون كتلقطي هندية ما صاحبونا بهرون واش عقلتي على التونية والعلاج بالغسول والهرنونية كنتي تريحي قبل نكون الفم بحال شي مقبرة الشعر شي بيابسة المشية ديال الميخالة الريحة بحال بابايتة الهضرة بحال شي هجالة حنا تعلمنا نسوقو راكي مولفة على المحرات غير نركبو تا فلوطو ونديرو بيروك فوق صغيبات صبقة العكار على لوضو وشادة بعرور من يدو 1300 ما قدانيش بابا جيل بابا جيل الساعة يا خوتي مكتساليش بابا جيل بابا جيل
سير شحمه الجمل سير خنزه البيطان صافي سكتونا الحلقه راه سالات والناس اللي غادي نقطونا ولا بغيتي بحال هاد المسلسلات اختار علينا خونا شكون بغيتي في طلع التعبر شكون بغيتي في الميزان ما غيكياس تعمل ميزان لا تقدر نحسب باقي